السلام عليكم يا كيجي، النهاردة معادنا مع نافذة الرياضيات. عارفين يعني ايه رياضيات؟ يعني الأرقام. تعالوا نراجع على أرقامنا. 1 2 3 4 5 ثم 6 7 ثم 8 8 ثم آخر رقم أخدناه 9. تعالوا نشوف قصة لرقمنا الجديد. كان عندي بنت جميلة اسمها سما، عايشة في مزرعة مع عائلتها. كل يوم الصبح كانت بتشوف فراشات. تعالوا نعدهم، كانوا كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وكمان كانت بتحصد كل يوم من المزرعة عدد من الليمونات. تعالوا نعدهم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كمان كان بتحصد مع عيلتها موز. تعالوا نعد، كانت بتجمع قد ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كمان كانت بتربي في المزرعة كتاكيت. تعالوا نعدهم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. إذا رقمنا الجديد يا أطفالي هو 10. تعالوا نشوف بيتكتب ازاي. الأول عندي بيتين، العشرة بيتين مش بيت واحد. خدنا لغاية 9 بيت، كان بيت الأحاد. المرة دي كبر الرقم وبقى يقعد في بيتين علشان بقى رقمين مع بعض. عددي بقى رقمين، كل رقم في بيت. الصفر في ثانية الآحاد والواحد في ثانية العشرات. تاني، الصفر في ثانية الآحاد والواحد في ثانية العشرات. يبقى الخانة الجديدة بتاعتي هي العشرات محطوط فيها الواحد، يبقى بعد 19. الصفر آحاد والواحد عشرات. 10 10. يلا يا أطفالي ناخد تمرين مع بعض. بيقولي أكمل الدودة الشقية بتاعتك. بدأهالي برقم واحد. يلا عد معي، بعد الواحد 2، ثم بعد 2 3، ثم 4، ثم 5، ثم 6، ثم 7، ثم 8، ثم 9، ثم رقمنا الجديد 10. 1 و0 10 10. هيا بنا يا أطفالي عدوا معي أصابع اليد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أصابع اليدين 10. هيا عدوا معي هذه المثلثات الجميلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. المثلثات 10، وكذلك هذه المربعات. 1 2 3
أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، 10. المربعات 10، رقمنا الجديد 10. ما ننساش بس يا أطفالي إن المثلثات والمربعات دي قلنا عليهم أشكال هندسية. نمثل رقم 10 على إطار 5 خانات. يلا بينا نعد. 1، 2، 3، 4، 5. وهنا الإطار خلص، نستخدم إطار تاني ونكمل. 6، 7، 8، 9، 10. يلا بينا ناخد تمرين جديد. بيقول لي اختر العدد الصحيح. هيا بنا نعد ثم نختار العدد الصحيح. هيا عدوا معي أطفالي هذه الأرانب. 1، 2، 3، 4، 5، 6. 6 أرانب. هيا عدوا معي هذه الورود الجميلة. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. يلا ناخد تمرين كمان. ده علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي. يلا ده سؤالنا، السمكة الطماعة اللي بتفتح بقها عند الكبير. يلا نشوف أول أرقام معايا. أول رقم 8، والناحية التانية رقمنا الجديد 10. من أكبر يا أطفالي؟ 10. أحسنتم، يبقى السمكة الطماعة تفتح بقها عند 10. طيب الأرقام اللي بعدي. ايه ده يا ميس، أنا مش عندي رقم الناحية التانية، عندي الأول 9 عندي يدي الشمال والناحية التانية ما عنديش رقم بس عندي قلوب، يبقى لازم أعدها. هي عدوا معي. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. نضع رقم 8 في دائرة صغيرة بجوار القلوب. هيا بنا نقارن، 8 أكبر أم 9؟ ها طبعا 9، يبقى السمكة الطماعة تفتح بقها عند 9. وبكده احنا خلاص. واختر العدد الصحيح. يلا يا اطفال احنا كده خلصنا. مع السلامة، نلتقي قريبا ان شاء الله.